السلام عليكم مشاهدينا، حياكم الله في نشرتنا الجوية. والأجواء المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة، تزال الأجواء حارة فترة النهار مع رطوبة نسبية خاصة على السواحل، تزداد نسب الرطوبة النسبية خاصة في فترة المساء نتيجة استمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية معانا خلال الأيام القادمة، وأيضا فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى متوقعة أن تسجل ما بين 34 إلى 39 درجة مئوية على معظم مناطق البلاد. منتصف هذه الليلة تزال أجواء رطبة واستمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية معانا، سرعتها تتراوح ما بين 8 إلى 28 كيلو متر بالساعة، فرص تشكل ضباب على بعض المناطق خاصة في الساعات المتأخرة من الليل. ننصح أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة خاصة خارج المدينة. درجات الحرارة منتصف هذه الليلة تفاوت ما بين 22 إلى 23 و 24 درجة مئوية على المناطق البرية، 25 درجة مئوية على مدينة الكويت، 24 إلى 25 في جزرنا الشمالية وربة وبوبيان، تراوح ما بين 31 إلى 30 درجة مئوية على جزرنا الجنوبية كبر قارو وأم المرادم. منتصف نهار الغد تستمر الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية، أجواء حارة بوجه عام، رطبة نسبيا، وأيضا سرعة الرياح تراوح ما بين 8 إلى 30 كيلو متر بالساعة. استمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية معانا تساهم في ارتفاع نسب الرطوبة النسبية خاصة على السواحل وداخل البحر، ودرجات حرارة عظمى متوقعة أواخر الثلاثينات ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية على المناطق البرية، وأيضا سماء مشمسة معظم الأوقات خلال نهار الغد، 36 مدينة الكويت و35 درجة مئوية إلى 34 درجة مئوية على كبر قارو وأم المرادم وربة وبوبيان. الأجواء البحرية خلال 24 ساعة القادمة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، يبلغ ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام، والتيارات المائية في فترات الفساد. موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت ساعة 34 دقيقة، شروق الشمس ساعة 5:48 دقيقة، أما غروب الشمس بمشيئة الله اليوم ساعة 5:19 دقيقة. ننتقل إلى الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام القادمة، استمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية معانا، وأيضا نسب الرطوبة ترتفع خاصة في فترات الليل من 8 إلى 30 كيلومتر بالساعة. سرعة الرياح الجنوبية الشرقية ليوم الثلاثاء، وأيضا سماء خالية من السحب، 36 لأعلى حرارة على مدينة الكويت، 23 درجة مئوية لأدنى حرارة، تتراوح ما بين 19 إلى 20 وال 21 درجة مئوية على المناطق البرية والمكشوفة. يوم الأربعاء أيضا رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة اتجاه، سرعتها من 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة. أجواء حارة ورطبة نسبيا فترة النهار، رطبة خلال الليل، و36 درجة مئوية لأعلى حرارة، 23 درجة مئوية لأدنى حرارة. تستمر معنا رياح جنوبية وجنوبية شرقية خلال الثلاثة أيام القادمة، فرص لعبور بعض السحب وفرص ضئيلة لأمطار خفيفة متوقعة إن شاء الله نهار يوم الجمعة على بعض المناطق، 37 إلى 38 درجة مئوية لأعلى حرارة متوقع على مدينة الكويت، وال24 إلى ال25 درجة مئوية لأدنى حرارة، ورياح جنوبية وجنوبية شرقية سرعة تراوح ما بين 28 إلى ال35 كيلومتر بالساعة كأعلى سرعة للرياح. تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا لحسن المتابعة.